دعونا نحل المثال أو المسألة. عينة من 1.034 غرام من حمض الأوكساليك الغير نقي أذيبت في الماء. هذا السؤال من أسئلة المعايرة ذات المستوى المتوسط كما ستلاحظون عند حلها. العينة تحتاج 34.47 مللتر من هيدروكسيد الصوديوم ذو 4.85 بعد الفاصلة مول للوصول إلى نقطة التكافؤ. ما هي كتلة حمض الأوكساليك وما هي نسبة كتلته في العينة؟ وقبل أن نخوض في حساب هذان نفكر في التفاعل. أولا لدينا بعض حمض الأوكساليك والذي يبدو هكذا، وهو في الواقع مجموعتين من الحمض الكربوكسيلي متصلة معا. شاهدوا فيديوهات المجموعات الوظيفية من قائمة الكيمياء العضوية إن أردتم الخوض في هذا الموضوع. إذا لدينا رابطة ثنائية مع الأكسجين ومن ثم رابطة أخرى مع الهيدروكسيد، ولدينا نفس الشيء على الكربون الآخر أيضا. نعم، هذا هنا هو حمض الأوكساليك، وهو حمض مثير للاهتمام لأنه عمليا يمكن أن يتبرع ببروتونين، هذا البروتون هنا وهذا البروتون أيضا. طبعا هو بهذا الشكل يكون مستقر. ستتعلمون أكثر عن هذا في الكيمياء العضوية، لكن الشيء المهم هنا لإدراكه هو أنه يمكن أن نتبرع ببروتونين كما قلنا، هذا وهذا. الآن كجزء، كل جزء من هيدروكسيد الصوديوم تذكروا عند إذابته أو وضعه في الماء سوف يذوب ويعطي أيون الهيدروكسيد OH-، وهذا الهيدروكسيد سيتحد مع هذا البروتون من حمض الأوكساليك. نعم، وإذا لكل جزيء من حمض الأوكساليك، سأمسح هذا. إذا كل جزيء من حمض الأوكساليك سوف يحتاج إلى أيونين من الهيدروكسيد، واحد ليتحد مع البروتون أو الهيدروجين هذا، وآخر يتحد مع هذا البروتون. إذا لنكتب المعادلة التي تدل على هذا ونوازنه أو نوازنها. إذا سنبدأ مع حمض الأوكساليك H2C2O4 طبعا، وهو محلول في الماء، إذا أكويس. حسنا، ولهذا سنضيف هيدروكسيد الصوديوم NaOH. الآن ذكرت أننا بحاجة إلى اثنان من الهيدروكسيد للتفاعل الكامل مع حمض الأوكساليك، إذا سنحتاج اثنان منهم، وهذا أيضا محلول في الماء. وحالما يحدث التفاعل هذا الحمض سيفقد كلا البروتونين. لنرسم هذا، إذا سيبدو هكذا، لا يوجد مزيد من الهيدروجين، إذا هو C2O4، سيكون لديه شحنتين سالبتين. وفي الواقع يمكن أن نتصور أن هذا منجذب إلى الصوديوم الموجب الشحنة، طبعا ولدينا أيوني صوديوم، طبعا أصبح هذا أيون سالب اثنان، ومن ثم يمكن وضع الصوديوم هنا. نعم، لدينا اثنان صوديوم حيث لديهما موجب اثنين، ويصبح هذا الجزيء مستقر بهذا الشكل. أرجو أن تكون قد فهمتم علي. طبعا ما زال هذا الجزيء في المحلول المائي أيضا، ومن ثم أيوني الهيدروكسيد يتحدان مع البروتونان وينتج عن ذلك الماء، إذا زائد اثنان مول أو جزيئين من الماء، كيفية حسب كيفية قراءتها طبعا، زائد اثنان من الماء 2H2O. طبعا كلا الهيدروجينين في جزيء الماء أتيا من حمض الأوكساليك، إذا لينتج جزيء ماء واحد فقط يلزمنا جزيء واحد من حمض الأوكساليك. نعم، هذه المعادلة الموزونة لهذا التفاعل. الآن لنقوم بالحساب. لدينا 34.47 مللتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم، طبعا سوف أحول هذا إلى لترات بحيث من الأسهل التعامل معها بشكل لترات بدلا من المليلتر. إذا لدينا 34.47 مليلتر، طبعا أتيت بالرقم هذا من المعطيات، من معطيات السؤال بالأعلى. نعم، إذا هذه الضرب 1 لتر لتحويلها إلى لترات، 1 لتر لكل 1000 مليلتر. رائع، ومن ثم هذا يعطينا المليلتر تلغى سويا طبعا، إذا 34.47 تقسيم 1000 يساوي 0.34447 لتر من
حمض محلول هيدروكسيد الصوديوم، محلول هيدروكسيد الصوديوم. إذا لنجد كم عدد الجزيئات الفعلية من هيدروكسيد الصوديوم لدينا، هذا هو المحلول، ونعلم أن التركيز هو 4.85 بعد الفاصلة مول. سأستخدم لون مختلف لعمل هذا. إذا نريد ضرب هذا، لدينا 0.485 مول من هيدروكسيد الصوديوم، نعم، لكل لتر من هذا المحلول. حسنا، هذا ما تدلنا عليه المولية. طبعا لدينا 0.485 مول لكل لتر. إذا اللترات تلغى سويا، ومن ثم الآن في الواقع سنستخدم الآلة الحاسبة، وهذا سوف يدلنا على عدد المولات من هيدروكسيد الصوديوم التي لدينا في المحلول. إذا لنستخدم الحاسبة، ها هي، أهلا. حسنا، لنضرب هذين الرقمين. إذا لدينا فاصلة 0.3447 ضرب فاصلة 4.85 يساوي، نعم، 16%. سأضع هذا أسفل، وفقط سنأخذ أول 3 خانات هامة هنا. إذا سنقرب لأقرب 3 خانات، إذا سنأخذ 0.1667، نعم، لنخفي الحاسب عن الشاشة. إذا هذا سيساوي 0.1667 مول من هيدروكسيد الصوديوم. الآن يجب أن نحسب كم مول من حمض الأوكساليك سيتفاعل مع هذا العدد من مولات هيدروكسيد الصوديوم. نعم، طبعا نعلم من المعادلة الموزونة هنا أن كل مول من حمض الأوكساليك يتفاعل مع مول واحد فقط من هيدروكسيد الصوديوم، هذا من المعادلة الموزونة. لنكتب هذا. حسنا، نحتاج 2 مول من هيدروكسيد الصوديوم ليتفاعل مع حمض الأوكساليك. طبعا هذه الحسابات ما زالت بسيطة، ويجب عليكم إتقانها جيدا، وكل هذه الحسابات اعتمدت على المعادلة الموزونة كما ذكرنا. إذا نحن في صدد البحث عن غرامات الأوكساليك أسيد. إذا نحتاج إلى 2 مول من هيدروكسيد الصوديوم لكل مول من حمض الأوكساليك، لكل 1 مول من ال H2C2O4. إذا سنقسم هذا الرقم على 2 لنستخدم الحاسبة مرة أخرى. إذا سنقسم 0.1667 على 2، رائع، سيساوي 0.00835. إذا هذا سيكون 0.00835 مول من حمض الأوكساليك ال H2C2O4. حسنا، إذا لدينا عدد المولات، والآن يجب إيجاد الكتلة، ونحن نعلم الكتلة المولية لحمض الأوكساليك، دعونا نحسبها. لنكتب هنا، نعلم أن الهيدروجين لديه كتلة مولية هي 1 مول. إذا الكتلة المولية مولر ماس للهيدروجين لديه كتلة مولية من 1 غرام، وهذا يأتي من الوزن الذري طبعا. ومن ثم إذا كان لدينا كربون، الكتلة المولية له 12 غرام، وإذا كان لدينا أكسجين، آسف، الكتلة المولية له 16 غرام. حسنا، هذا جميعهم الجدول الدوري. إذا ما هي الكتلة المولية لحمض الأوكساليك؟ الآن حسنا، لدينا 2 هيدروجين، إذا 2 غرام فقط من الهيدروجين. لدينا 2 كربون، إذا سيكون 24 غرام، بحيث 12 لكل كربون منها. ومن ثم سيكون لدينا 4 أكسجين، إذا لدينا 64 غرام منها، إذا زائد 64. إذا ماذا يساوي هذا؟ حسنا، 24 زائد 64 هي 88، حيث 2 زائد 6 يساوي 8، و4 زائد 4 8 أيضا. إذا 88 زائد 2 يساوي 90 غرام. إذا إذا كان لدينا مول من حمض الأوكساليك أسيد، أو حمض الأوكساليك، سيكون 90 غرام، ويمكن القول 90 غرام لكل مول من ال H2C2O4. H2C2O4. إذا لنعد إلى الحساب هنا.
سأعيد الكتابة هنا. نعلم أننا نتعامل مع 0.00835 مول من حمض الأوكساليك H2S2C2O4، والآن نعلم الكتلة المولية لها حسنا وهي 90 غرام، سأكتبها بلون آخر بهذا اللون. إذا لدينا 90 غرام من الـ H2C2O4، نعم، لكل واحد مول من الـ H2C2O4، هذه الكتلة المولية. الآن فقط نضرب هذا الرقم وسنجد عدد الغرامات من حمض الأوكساليك، هذا وهذا يلغيان بعضهما البعض، ومن ثم نأخذ الرقم الذي لدينا ونضربه في 90. إذا ضرب 90، هذه الإجابة السابقة وهي عدد المولات من حمض الأوكساليك ضرب الكتلة المولية له، سيدلنا هذا على غرامات حمض الأوكساليك. إذا نحصل على 75، على 75%. نعم، دعوني أقرب، نعم، إلى 3 خانات هامة. إذا 752 بعد الفاصلة، هذا يساوي 752 بعد الفاصلة غرام من حمض الأوكساليك H2C2O4. وأعتقد أننا أجبنا عن جزء من السؤال. إذا السؤال الأول هو ما هي الكتلة لحمض الأوكساليك؟ لقد أجبنا على هذه الإجابة هنا، 752 بعد الفاصلة غرام. ما هي نسبة الكتلة في العينة؟ هذا الجزء الثاني. حسنا، العينة من حمض الأوكساليك الغير نقي هنا كانت 1.034 غرام، إذا يجب أن نحسب النسبة المئوية له الآن وهي 752 بعد الفاصلة من 1.034. إذا لنستخدم الحاسبة، إذا لدينا 0.752 تقسيم 1.034 ونحصل على 72.7%. إذا ضربنا هذا العدد في 100، إذا الإجابة للقسم الثاني من السؤال هي 72.7%. إذا كنا قادرين على إيجاد أن هذه العينة من حمض الأوكساليك الغير نقي هي 72.7% من كتلة حمض الأوكساليك الفعلية.